مفيش حاجه ملهاش علاج دلوقتي، حتى الاورام دلوقتي لها علاج وعلاج ناجح جدا جدا. يعني ما شاء الله، انا بيجي لي في العياده ناس تكون عامله اورام ثدي مثلا تقول لي خلاص الكلام ده كان من 5 سنين خلاص القصه انتهت يعني ونسيتها. فما فيش حاجه ملهاش علاج غير حاجات بسيطه جدا جدا. ربنا يحمي الناس كلها كلها. بس كل الحاجات بتبقى مربوطه بالاكتشاف المبكر، دي مساله في غايه الاهميه. الوعي والله ما في فايده من قعدتنا دي غير الوعي. طب قبل ما نخش في الاسئله اسمح لي، وقبل ما نعمل فاصل، بتحذر الناس في ايه عن ايه يعني في الشتاء؟ احنا داخلين على الشتاء، خلي باله بس تغيير الجو. يعني اللي قاعد في حته سخنه قوي قوي تكر وانت طالع، ودي بتحصل كتير جدا في العزايم والافراح. اللي حالك فرح حته مخنوقه وبعدين تخرج في الهواء دي احد مسببات الام الذبحه الصدريه. يعني حضرتك تكتشف ان عندك ذبحه، انك كنت في حته سخنه وطلعت لقى صدرك قفش، والعيله كلها لا يا بابا ما تخافش ده شويه برد، ويصدقهم. مش فاهم ايه علاقه دوت بالذبحه. يس البرد يقفل الشريان التاجي زي بالظبط مياه غازيه، يعني السائع وهو نازل في المريء يقفل الشريان التاجي، يجي له الم صدر. لا ما تقلقش يا بابا ده عشان دي حاجه ساقعه قوي. محدش يستهون بعرض. اللي كان قاعد في حته سخنه وطلع صدره قفل عليه لازم يكشف، احد علامات الذبحه الصدريه. رغم ان هو بعد دقيقه زي بالظبط سلم، بعد دقيقه بقى زي الفل. زي بالظبط طالع سلم وصدره قفل شويه، نفس الحكايه. بدل ما طالع سلم هو اتعرض للهواء. فنخلي بالنا من تغيير الجو في الايام. يعني لو واحد قاعد في حته سخنه وخرج في الجو والدنيا كويسه يبقى تمام، يبقى كانه كشف، كانه عمل رسم قلب. لا ده في ناس يا استاذ محمود يعني كارثه دلوقتي، ان يقرر انه يعمل لنفسه. يعني كان لسه واحد من قرايبي قرر يعمل رسم قلب بمجهود لوحده كده؟ لوحده. ازاي يعني؟ والله العظيم لوحده. يعني يجري شويه؟ لا امال ايه؟ راح لمركز قال له لوحده كده. لوحده من غير ما حد يقول له. ده في منتهى الخطوره. جات له مشاكل حضرتك لو تشوف تعد المشاكل اللي جت. اولا هو كان عنده جلطه، ده في منتهى الخطوره، فممنوع يجري. واللي هناك كان فني واستهون وعمل له. لا دي كانت قصه كبيره جدا. محدش يعمل حاجه لوحده طبيعي خالص. حلل حل السكر. حتى رسم القلب موجوده بقى يعني عين الدم ما بقاش كتير زي الاول. مع دلوقتي الوعي اللي هو الشرايين ده ده بعد شويه المجهود، لانه فيه خطوره كبيره. الشريان التاجي ده يعني مش عايز اقول لك هو اللي الدنيا قايمه عليه. ما هو اسمه الشريان التاجي. تاجي تاج. عايز اكتر من كده اسمه، لان هو شكله كده. هو زي التاج ماسك. بس هو اسمه عظمه يعني. لا ده مهم جدا جدا جدا. وبعدين الناس بتستهون بحاجات يا استاذ محمود بدون داعي. انت ليه بتستهون؟ ما يا اخي انت والله ما هيكلفك اي حاجه. ثلاث ارباع المستشفيات مجانيه. يعني تقول لي ما معيش فلوس دكتور؟ لا هو يعني ثلاث ارباع المستشفيات بفلوس والربع مجاني. مش اوكي يعني هسه الدكتور عشان هو بيحب القصر العيني اوكي. لا ده انا القصر العيني ده في دمي. طبعا كلنا بنحب القصر العيني. لا ده انا بقول لكلمه للطلبه، القصر العيني ده جنسيه. يعني في واحد سويسري وواحد سوداني وواحد امريكاني وواحد قصر عيني. عنده جنسيه واخد ده جنسيه مستقله ده.